السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. أما قبل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو سأتحدث عن ناتج زوج من أزواج الكناري، ولكن قبل أن أدخل في الموضوع هناك سؤال يطرح دائما: ماذا حدث في سلاكة الحسون؟ ماذا حدث في سلاكة الحسون؟ بعد عودتي قامت الأنثى ببناء عش في هذا المكان، ولكن للأسف هذه الأنثى أنثى برية، يعني مشاكسة وسريعة الطيران من العش، فمن كثرة طيرانها كان في كل فترة من الطيران تسقط إحدى البيضات وتفسد. قمت بنقل بعض البيض تحت الكناري، ولكن للأسف لم نوفق إلا بفرخ حسون واحد، ها هو أمامي، ها هو وضعته تحت أنثى اللي هو كناري. هذا هو فرخ الحسون الوحيد الموجود لدينا الآن، ها هو طبعا وضعته تحت أنثى كناري. أنتقل إلى موضوع الحلقة الرئيس، ألا وهو ناتج إنتاج وناتج تزاوج. أعزائي المتابعين، أي تزاوج للكناري سيكون الإنتاج كالآتي، لكي لا تسألون أو تسألوا غيري. أي تزاوج سيكون الإنتاج كالآتي: لون الأبوين ومزيج من لون الأبوين ولون الأجداد لسابع جد، تمام؟ لون الأبوين الأب والأم ومزيج بينهما والأجداد لسابع جد، تمام. وهذا يأخذنا إلى حلقة اليوم. حلقة اليوم يعني أخذت فرخين من أحد الأشخاص غريبين، خرجا في عش أغات، يعني الأم والأب أغات، تمام، ولكن في كل عش خرج فرخ غريب. ها هي الفروخ أمام هذا الزوج. أعزائي المتابعين، هو عبارة عن الذكر والأنثى. الذكر يقف على المجثم أصفر وعليه علامات طبعا، وعليه ويوجد نقط صفراء في وجهه، وهذا دلالة على أنه ابن أغات، وهذه أخته من بطن ثاني وليس من نفس البطن. طبعا قمت بجمعهما وكان هذا الناتج. الناتج هنا طبعا لو نظرنا إلى الفروخ طبعا سنجد هذا الفرخ اللي هو يشبه الأبوين تماما، ولكن لطشة مشمشي بدل اللطشة الصفراء، وهذا الفرخ خوخي، وهذا يدلل على أن أحد الأجداد خرج من نسل الخوخي. أما هذا الفرخ فهو أغاث للأجداد المباشرة. الآن سأقوم بالإمساك بينهما وأقارن بين الآباء والفروخ. طبعا هذا لون الأبوين اللذان خرجا من أغاث صافي، الأب والأم أغاث. لو نظرنا إلى هذه علامات الأغاث أنه خرج من أغاث، هذه النقط الصفراء، هذه الحناء تدل على أنه خرج من أغاث، تمام. هذه الأنثى. نقارن الآن الفروخ، ها في هذه اليد الفرخان. طبعا لو نظرنا إلى الفرخين نجد أن هذا الفرخ يشبه الأبوين، هذا الفرخ يشبه الأبوين. أما هذا فهو خرج الله أعلم لأجداد من أي جيل، جيل الرابع الخامس لا أعلم من أي جيل، تمام. هذا طبعا يشبه الأبوين بشكل كبير. لو نظرنا إلى هذا الفرخ يشبه الأبوين. أما هذا الفرخ وهو موضوع الحلقة تماما، هذا الفرخ والذي يبدو على أنه حبشي ولكنه أغات، هذا الفرخ طبعا طلع 50% كما رأيتم فرخ طبعا خوخي وفرخ مختلف، و50% أغات. هذا أحد الفرخين اللذان خرجا، طبعا مات فرخ، سنريكم صورته وهو ميت، مات بعمر حوالي يعني 10 أيام، سنضيف الصورة إلى الفيديو. وظل هذا الفرخ، لو نظرنا إليه سنعرف أنه فعلا أغات، ولا يوجد به أي ريشة غريبة، يعني خالص تماما، أغات خالص تماما. هو الذيل، وها هو هاي الجناحين، أغات وليس حبشي أعزائي المتابعين. وطبعا لا أعرف ما اسم، يعني قد يكون له اسم في بلدك أو في منطقتك، ما اسم هذا العصفور. لو نظرنا إلى الصدر، ها هو، وها هي حجلة 2023، تمام، طبعا كله حجل. إذا أعزائي المتابعين، كان هذا الفرخ وأخوه الذي مات إنتاج أغات، قلنا من 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 طيرين أو من فرخين عاديين، للناظر إليها يقول أنها عادي، ولكن لو عدنا إلى أصول هذان الأبوان
سنجد أن أجدادهما أغاث أصل. ولو عدنا إلى الأغاث الأصل سنجد أن في سلالته يوجد خوخي أو ملطش، يوجد في يعني ليس بالنقي 100%. إذا يمكن إنتاج الأغاث أو الطفرات، ولكن من طيور في الأصل لديها جينات من طفرات، يعني خرجت عادية ولكن من طفرات. لو قمنا بتزويج العادي الذي خرج من طفرات ممكن أن يخرج لنا طفرات كما أخرج هذا الزوج 50% طفرة و50% عادي. هذا أحد الفرخين، والفرخ الآخر طبعا قدر الله ومات، ونرفق صورته في الفيديو هذا. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.